استوقفني مستمع وسألني وين مكان دوانية المارينا؟ قلت له كاهي بالعلالي. كثير منا قد يجهل حقوقه الإدارية إن كان موظف. خلنا مثلا نقننها نقول مثلا في الوزارات الدولة بعض الحقوق الخاصة فيه تضيع إما بجهل منا أو بعملية تراتبية أو بصورة وبأخرى. الجانب الخاص في التظلمات، الشكوى، شلون أرفع قضية على أبي حقي من الجانب الإداري في وزارتي أو في الجهة اللي أعمل فيها، كل هذا وأكثر راح تكون من خلال الساعة القادمة مع العزيز والغالي اللي متشرف بوجوده الأستاذ المحامي عبدالله ناصر العلاج. هذه الساعة المباركة أستاذ عبدالله، عسى الله يسلمك وطول عمرك. نتشرف الله يحفظك في هالمشاركة، وانتو يعطيكم العافية على الاستضافة، وسعيد والله في اللقاء معكم. ولا أهلا عليك يا أخوي، زمان عنك. الله يسلمك وطول عمرك، الساعة مباركة. الله يسلمك. كنا سعد عبدالله ما أنت راعي سفر صيف، كنا مريح ويانا. لا أنا مسك الديرة. لا مسافرين وايد، احنا صرنا مسك الديرة. آخر واحد يطف في الليل. الساعة المباركة سعد عبدالله، علشان نخلي المشاهد والمستمع يكون واضح في هذه الجزئية وفي هذا الأمر، شنو الحالات اللي يحق فيها للموظف أيا كان هذا الموظف إنه يتقدم بتظلم إداري؟ يعني شنو هي الحالات اللي تقول والله أنا يا نادر كموظف لك حق في هذا التظلم، في هذا التظلم، في ذاك التظلم؟ طبعا فيما يتعلق في الموظفين اللي يشتغلون في القطاع الحكومي، متى ما صدر ضد قرار من الجهات الحكومية، من جهة عمله، من رأس عمله، قرار صادر ضده سواء بالنقل سواء بالخصم، عقوبة تأديبية، يجوز له التظلم. طبعا القانون اشترط لمسألة النقل بأن لا يكون نقل الموظف من قطاع إلى قطاع آخر أو من دوام إلى دوام آخر أن تكون العقوب أن تكون يكون قرار النقل هذا عقوبة تأديبية، ما يكون القرار قرار يعني تعسفي باستخدام السلطة بأن اليوم أني أعاقب الموظف هذا أنقله من قطاع إلى قطاع. أحطها في إطار سعد عبدالله، أنا أسف المقاطعة، نادر بيعاقبونه مثلا قطاعة في إدارته أو في وزارته، شالوا لي من قطاع مثلا ودوني قطاع آخر، ما يصير بالطريقة. إذا كان هذا القرار قرار النقل مبطن بعقوبة لهذا المُوظف، هني المحكمة تتصدى. طبعًا الموظف هني أول شيء يستوجب على هذا الموظف أن يتقدم بتظلم للجهات المعنية من هذا القرار. طبعًا هو لازم ينفذ القرار ويتظلم من هذا القرار، وبعد ذلك يلجأ إلى المحكمة. المحكمة هني تبحث هذا القرار، إن كان هذا القرار صادر من الجهات المعنية مبطن بعقوبة لهذا الموظف أن يعاقبه أنقله مثلا من مكان إلى مكان بذات الوزارة، فتتصدى المحكمة لهذا القرار وتلقي هذا القرار وتعيد هذا الموظف إلى مكان عمله. لكن قرار النقل يستوجب على الجهات المعنية، الجهات الحكومية، أن يكون قرار النقل للصالح العام. أنا اليوم لما أجي أنقل موظف للصالح العام مثلا على سبيل المثال بأحد الوزارات، نقول والله في المكان الفلاني هذه خدمة مجتمعية قاعد تقدم للمواطنين لكن فيها نقص بالموظفين، صح؟ أنا اليوم أبي أنقل هذا الموظف من هالقطاع هذا، أجيبه للقطاع هذا لأن في نقص بالموظفين، هني المصلحة العامة متوافرة وتستوجب نقل هذا الموظف. لكن إن كان قرار النقل هو قرار تعسفي ومبطن بعقوبة، احنا نعاقب هذا الموظف بنقله، أو كانت ديباجة نقل هذا الموظف مذكورة بأن بناء على التحقيق رقم كذا والعقوبة رقم كذا، فالمحكمة تتصدى. القانونيين تبارك الرحمن شطار في مثلا الكتاب النقل أو شيء من هذا القبيل، حتما راح يعني يتجاوز كلمة أنه عقوبة أو أنه جزاء أو شيء من هذا القبيل. أنا شلون أقدر أخذ حقي وأنا أدري، أنا أدري أن القرار النقل هذا تعسفي ومبطن في عقوبة؟ احنا طبعا على كثر القضايا اللي شفناها بالمحاكم فيما يتعلق بالقضايا الإداري، دائم قبل ما ينقل الموظف يكون في تحقيق إداري. برافو عليك. والتحقيق الإداري مثلا يكون هناك عقوبة، مثلا خصم يوم يومين، صح؟ وهذا أمر لازم نتكلم فيه بعد شوي، هو موضوع العقوبات على الموظفين ومتى يعني تكون حد العقوبات للموظفين. إذا كان هناك تحقيق إداري وصدرت على هذا أو صدر على هذا الموظف عقوبة وبعد ذلك صدر قرار بنقله، هني تثبت أمام المحكمة أن كان هذا القرار ما هو للصالح العام، كان بناء على التحقيق الإداري، بناء على العقوبة اللي صدرت على هذا الموظف فانقلوه بعدها. لكن لما ما في تحقيق إداري وفي مصلحة عامة ونقلته مباشر، هني أقول
ما في المحكمة ما راح تشوف إنه صح. ما في باس ما في باس ومصلحة عامة كذا، لكن إن رأت المحكمة الإدارية إنه كان هناك تحقيق وكانت هناك شكوى كان هناك قرار بعقوبة هذا الموظف بعدها قرار النقل، فهني واضح وضوح الشمس، ما يحتاج لا أحد يتلاعب بديباجة القرار ولا يقول القرار مثلا كذا ولا القرار أستاذ عبد الله. أنا ما بيوقف على قصة بس العقوبات والنقل، إن عندنا حتى العلاوات حتى الترقيات الخصومات والأمور هذه كلها، لكن جزئية وهذه حادثة حقيقية، أحد الزملاء جهة عمله وزارة عاقبته عن الاستمرار في عمل، راتبه ماشي لكن محرومة أنه يشتغل في أي شيء آخر يطلع من خلاله مكافآت، والتبليغ في عملية إيقافه عن تقديم باجي الأعمال شفهي، فقالوا يا جماعة ما يصير توقفوني شفهي، إيش اقنعه؟ قالوا له يا ابن الحلال أحسن لك، لأن ما نبي نحط في ملفك أن تم معاقبتك. فالريال صار بين حانة ومانة، معاهم حق أنا ما بيحط في ملفي عقوبة جزائية، وخوفي بالإيقاف الشفهي أنه مو معلوم المدة، إذا متى أرد من طليبي إذا أبي أتظلم، فما بين الإيقاف الشفهي اللي غير معلوم المدة ومن خلال ايضا العقوبه اللي تكون فيها تحقيق واللي تصير في ملفك انك معاقبتك، شلون اقدر انا افصل؟ طبعا فيما يتعلق بالقانون الاداري تحديدا يستوجب على الجهات المعنيه باتخاذ اي قرار ان يكون هناك قرار مكتوب. مكتوب؟ ما لا ما يجوز قرار شفهي، الجهات المعنيه تصدر قرار من مسؤولك المباشر، من وكيلك، من مدير القطاع، يصدر هذا القرار وبناء عليه. احنا ندري في بعض الجهات الحكوميه، كثيره من الجهات الحكوميه، ان بعض الموظفين يعملون في اوقات مثلا او يكون هناك تكليف لهذا الموظف ويكون هناك مميزات ماليه بناء على هذا التكليف، لكن احنا ممكن يقول لك تعالي بطل احنا وقفناك عن هذا التكليف لكن نطلبك تستمر بهذا العمل، احنا نقول لا انت اذا كان هناك قرار بايقاف هذا التكليف فانت توقف، لكن ما في قرار فانت تستحق هذه المميزات اللي في هذا التكليف، ومثل جهات كثيرة يعني مثل بعض الموظفين في قطاعات مختلفة يأخذ بدل نوبة ويأخذ كذا، هذه كلها تستوجب قرار إداري. لا يجوز، ما يجوز بتاتا مسألة القرار الشفهي، القرار الشفهي في القانون الإداري يعني إنشاء القانون المحكمة الإدارية وقرارات ديوان الخدمة المدنية كلها تجتمع أن يكون هناك قرار ضد هذا الموظف. حتى أستاذ عبد الله في باب فيما يخص يقولك أنا أغريك، ما أبي أرفع أنا كجهة مثلا حكومية ما أبي عشان ملفك لا يصير فيه عقوبة. بالنهاية مسألة العقوبة والتحقيق هذه طبعا قطاع آخر مختلف، هناك في كل وزارات في إدارة قانونية، الإدارة القانونية يحلون الموظف هذا الإدارة القانونية ويتم التحقيق فيه، فما يقدر الموظف مثلا مديرك أو المراقب فوقك أن يتخذ أي إجراءات غير الإحالة للإدارة القانونية، ما يجوز اللي يحقق ويحط شيء بملفك إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة في ملف هذا الموظف، أما أنه يستفرد في هذا القرار طبعا لا يجوز بتاتا للمسؤول المباشر عن هذا الموظف ان يستفرد بمثل هذه القرارات. موظفين الحين يسمعونا استاذ عبد الله يقول لك زين ايش كثر المده الزمنيه القانونيه اللي تتيح لي او تجيز لي اني اتظلم اشتكي ارفع قضيه، هل لبعض القرارات فتره زمنيه تسقط او تسقط حقوقي ان لم ارفع قضيه او اشتكي؟ طبعا فيما يتعلق بالقرار اللي يصدر ضد الموظف فالقانون ألزم بتقديم تظلم من تاريخ علمه بالقرار، يعني اليوم صدر القرار بس أنا ما دريت فيه إلا بعد أسبوع. حلو. والعلم هو علم اليقين، بمعنى يتم اختار هذا الموظف بكتاب وتعال استلم على هذا القرار. لما تستلم هذا القرار تبدي المدة القانونية للتظلم اللي هي 160 يوم، 60 يوم لتقديم هذا التظلم أمام الجهات المختصة. حلو. تقدم التظلم خلال 60 يوم وبعدها تنتظر الرد الجهة الإدارة، والقانون أجاز لك أن تلجأ إلى المحكمة مباشر أو تنتظر مدة 60 يوم لبحث هذا القرار. طبعا 60 يوم أما يأتي القرار بالرفض أو تنتهي مدة 60 يوم، إذا انتهت مدة 60 يوم بدون رد الجهة الإدارية فيعتبر رفض ضمني، هم رافضين رفض بدون ما يردون عليك، فهني تبدأ لك المدة 60 يوم أخرى لرفع الدعوة أمام المحكمة الإدارية. في حال 60 يوم الثانية، وهذه نقطة جدا مهمة، أن إذا 60 يوم ثانية بعد انتهاء مدة التظلم يحق لك تلجأ للمحكمة لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية، إن انتهت المدة 60 يوم فسقط حقك بطعن على هذا القرار ويعتبر هذا القرار نافذ ضد هذا الموظف إذا كان القرار صادر ضده مباشر. اليوم 17/7 اليوم 17 بلغوني اليوم جهة عملي إن عليك عقوبة. ممتاز. من سبع خلاص عطوني الكتاب 17/7، فمن 17/7 أحسب 60 يوم. نعم 60 يوم. ال 60 يوم أول شيء أروح مثلا
للإدارة القانونية في جهة عملي في البداية أول شيء؟ التظلمات تقدم في المكتب وكيل الوزارة على حسب بعض وبعض الهيئات يختلف في كل الوزارات في وارد. يقدم الوارد ويختمونه ويحيلونه لمكتب الوكيل. قصة الخصم والحكم شلون إذا أنت اللي صدرت مني علي العقوبة شلون يتظلم عندك سادة الله؟ طبعا فيما يتعلق بالقرار، القرار طبعا يصدر من مسؤولك المباشر. ممتاز. المبدأ القانوني لوضع التظلم هو مبدأ من أنواع الشفافية. وضع المشرع الكويتي كون انه يبي يضمن ضمانه لهذا الموظف انه ممكن اليوم لما انت تصدر قرار ضده والظلم لازم اللي يبحث التظلم شخص اخر غير مصدر القرار، ولا يجوز لي اصدر من اصدر هذا القرار ان ينظر التظلم، بس لازم يلجا الى نوع من مبدا الشفافيه انه ينظر هذا التظلم مسؤول اخر في هذه الجهه. بس استاذ عبد الله انت هم قلت ويا ريت يعني فهمتك صح او فهمتك غلط، انه يستطيع هذا الموظف ان يتجاوز هذه المرحله ويروح دايركت للمحكمه. لا لا لا، القانون الاداري يستوجب. انا فهمتك غلط. لا 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 لا، القانون الاداري يستوجب تقديم التظلم امام الجهات المعنية. إن يعني إذا هذا الشخص لجأ إلى المحكمة مباشر فالدعوة تأخذ عدم قبول لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء قانون المحكمة الإدارية. إذن رقم واحد، صدر بحقك قرار معين. أنت تشعر أنك أنت ظلمت فيه وتتظلم على هذا القرار. طيب في إدارتك في وزارتك قصدي. ممتاز. في وزارتك تقدم التظلم بعد ذلك تلجأ إلى المحكمة في حالة واحدة وضعها القانون الإداري، الذهاب مباشرة إلى المحكمة دون تقديم تظلم وهي الدعوة دعوة إلقاء القرار السلبي. القرار السلبي مثلا إحنا على سبيل المثال ويمكن إخواننا المتابعين أكثر الموظفين في بعض القطاعات الحكومية يكون عندهم كادر خاص تدرج وظيفي إنه ممكن يكون مثلا معلم باء بعدين ينتقل معلم ألف وكذا وغيره، فهذا القانون وضع شروط وضوابط للانتقال إنك تخدم 5 سنوات بعد مرور 5 سنوات تنتقل لكذا بعد مرور 7 سنوات. زين إذا الجهة الإدارية ما أصدرت قرار بترقيتي إلى هذه الدرجة شلون شو الحل؟ هني ما يحتاج إنك تقدم تظلم لأنه ما في قرار صدر ضدك، والتظلم يكون إذا كان يكون في حالة صدور قرار مباشر ضدك. ففي الحالة هذه تلجأ إلى المحكمة بإلغاء قرار سلبي إن ما أصدروا القرار، وهني تكون المحكمة الإدارية تبسط رقابتها على هذا الأمر، وطبعا لازم يتقدم أمام القاضي الإداري السيرة الذاتية لهذا الموظف كم خدم في هذه كذا، ويتم تقديم هذا القانون الخاص في هذا الموظف أنه يستحق الترقية بعد مرور كذا أو التدرج الوظيفي فيما يتعلق. أنت حديثت شفنا في يعني مثال المعلم. مثال للمعلم. هذا يندرج تماماً حتى أنا وياك سعد عبد الله الحين في ذات الإدارة قاعد نشتغل إحنا في إدارة المارينا. جاءت الإدارة إدارة المارينا رقت للسعد عبد الله صار مدير علي أنا. بس أنا أقدم من الأستاذ عبد الله. أنا هني يعني أتظلم أروح للإدارة ولا أروح للمحكمة؟ إذا ما صدر قرار ضدك فأنت تلجأ إلى المحكمة مباشر بإلقاء قرار سلبي. أنا ما تطلب إيه؟ إنك تقولي بقى أنا أحد الموظفين زملائي إيه؟ بحالة بالمثل وتم ترقيته وأنا خدمتي أكثر منه، والقانون قال إن الموظف بعد مرور 5 سنوات أو 7 سنوات يتم ترقيته لدرجة كذا. فهذه حالات محددة يعني القانون أتاح لي المواطن إنه يلجأ إلى المحكمة مباشر دون تقديم تظلم لأنه ما صدر قرار ضده. في حالة صدور قرار ضده بالرفض هني يتظلم. وكذلك في حالة ودي أقول لك يا أخوي أن في حالات يقدم تظلم بعد ما يقدم تظلم ب30 يوم 40 يوم يشتدعون يقول تعالي بقى إحنا نبي نلغي القرار. صح. نبي نلغي القرار، وفي نقطة جدا مهمة، نبي نلغي القرار وخلاص نبي نعطيك حقك، فأخذ حقه وانتهينا وما يحتاج يروح المحكمة. في حالة جدا مهمة إذا أنا ما تظلمت أو تظلمت ورفض تظلمي إيه؟ القانون الإداري وقرارات ديوان الخدمة المدنية أجازت للجهة الحكومية أن خلال سنة يجوز لهم سحب هذا القرار. يجوز لهم سحب هذا القرار. ان انا بعد مرور مثلا 7-8 شهور نقلت هذا الموظف، الحين بسحب القرار نقله ولا بسحب كذا، اسحب هذا القرار، لكن اشترط القانون ان لا يمس المخصصات الماليه لهذا الموظف. وهذه نقطه جدا مهمه، في حال موظف تم مثلا تكليفه في كذا ولا تم تكليفه كذا وبعدها صدر قرار من الجهه الاداريه بمثلا قبل شوي تكلمنا عن نقله، انقلوا لقطاع اخر لكن المميزات الماليه الامتيازات وفقد راتبه وفقد درجه من درجات الوظيفه، هذه كذا ذلك المحكمة الإدارية تدخل في تنظر. في 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 تنظر في هذا. لا، وما يجوز إنك تنزل الدرجة الوظيفية أو المخصصات المالية. النقطة المهمة اللي جدا هم نتكلم عنها في موضوع سحب القرار إن إذا صدرت عقوبة على هذا الموظف، طبعا القانون قال لك العقوبة أما تكون إنذار صح
أنذر هذا الموظف أنك أنت خالفت كذا كذا، ولازم يكون بناء على تحقيق إداري بالجهات المعنية. بعد ما حقق وياه بالتحقيق إداري، بعدها يكون هناك عقوبة على هذا الموظف. أن تكون تتدرج العقوبة، أول شيء يكون تكليف، إذا إنذار آسف، بعد الإنذار إذا ارتكب ذات الخطأ. بالبداية ممكن القانون أجاز أنك تتدرج بالعقوبة إذا خصم يوم يومين ثلاثة، بما لا يتجاوز 15 يوم. وكذلك المحكمة الإدارية في بعض الأحكام اللي اصدرت في بعض القطاعات تشدد بالعقوبة على طول خصم 15 يوم، فجت المحكمة الإدارية ألغت هذا القرار لأنه ألغته لأنه ما كان في تدرج في العقوبة. تدرج في البداية في العقوبة، بعدين هني نقدر نقول أن هذا القرار، يعني ممكن نقول أن هذا القرار صحيح وأن هذا الموظف خالف وهذا كذا، لكن أن تصدر قرار على طول مباشر ل 15 يوم بخصم 15 يوم، أعتقد أنه عقوبة قاسية. زين، خلنا مثلا نحط نقاط معينه للضوابط استاذ عبد الله، ضوابط شلون انا وفق القانون، القانون الاداري، شنو الضوابط اللي على اثره 1 2 3 ابى اقدم التظلم وفق القانون الاداري، شنو الضوابط؟ طبعا فيما يتعلق بالضوابط، ان يعني ان الموظف يقدم التظلم يذكر فيه طبعا بالبدايه الشخص اللي له صفه اللي راح يتقدم لهذا التظلم، بما معناه وكيل وزاره كذا كذا. حلو. الموضوع ويشرح هذا، وبالنهايه مستوجب عليه وضع اسمه ورقم المدني، وإذا كان هناك رقم وظيفي، وأهم نقطة أن يكون هناك توقيع على هذا التظلم وتاريخ تحرير هذا التظلم. والنقطة المهمة الأخيرة أن يكون الشخص المستلم لهذا التظلم ذو صفة، يعني ما يجوز أني أروح أسلم لشخص ما له صفة، أروح مثلا أي قطاع في الوزارة أقول لك استلم وقع استلمت وكذا، لا، في هناك قطاع معني، مثلا الوارد، مكتب مدير الوكيل وكذا، الجهات المعنية داخل الوزارة المحددة لاستلام الكتب الواردة. يعني لا تعطي بيد مندوب تقول له وده لا مندوب استلمه مني، تسلمه بالجهات المعنية، الصادر الوارد، الجهة المعنية اللي تستلم تظلمات، ودائما أكثر الوزارات يكون بالوارد، تسلمه بالوارد أو مكتب وكيل هذه الوزارة. في نقطة جدا مهمة، وهذه قضايا كثيرة صدرت فيها فيما يتعلق بالجهات المعنية أو الجهات الحكومية اللي يكون التعيين فيها عن طريق إعلان، ما يكون عن طريق ديوان الخدمة المدنية كتاب ترشيح وكذا، وهذه حالات واجد كثير، شباب وشابات من خريجين الجامعات يروح يتقدم لي وظيفة وواضعين إعلان، وفي شروط لهذا الإعلان. صح. فاليوم أنا رحت تقدمت، بعدها يحددوا لي موعد مقابلة، وبعد المقابلة اختبار، وبعد الاختبار تكون هناك لجنة مختصة تفرز هذه، وبعدين تفرز هذه الطلبات، وبعد ذلك تقبل وترفض. إذا رأيت أن في هذه الجهة المعنية هناك بعض القرارات صدرت بتعيين أشخاص، وأنا تخطوني هذا الأشخاص، كوني أنا مثلا أعلم أنه بمسألة المعدل الجامعي أو شهادة الخبرة اللي شهادة الخبرة أو غيرها، وشنو الإعلان اللي وضع. طبعا الإعلان هو الشروط والضوابط لهذه الوظيفة. اللجنة اللي تقبل الأشخاص المتقدمين لهذه الوظيفة يجب عليها الالتزام في هذا الإعلان. بقاطعك، تفضل. في بعض الإعلانات، بعض عشان نقول بعض، أنا وياي رجل قانوني فلازم تكون أيضا مصطلحاتك قانونية. بعض الإعلانات سيد عبد الله الإعلان مفصل تفصال، الإعلان خبرته الفندقية، أنا ما أشوف الخبرة المش عارف إيش، يعني كأنها مفصلة على نادر كرم، يعني كنا بس ما يتقدم فيها إلا نادر كرم. هذا مشلون؟ للأمانة بالآونة الأخيرة صدرت أحكام يعني كثيرة في جهات مختلفة بمثلا صدور قرار من المحكمة الإدارية بتعيين فلانة، كون الدفعة اللي تعينوا فيها أشخاص تخطوا هذه المتقدمة أو هذا المتقدم، طبعا احنا نسميها بالقانون المفاضلة. صح. المفاضلة بين المتقدمين لهذه الوظيفة، أول شيء يبحث في مسألة المعدل الوظيفي إن كان هناك خبرة، معدل الجامعي فيما يتعلق بمتقدمين التخصصات اللي يكون واضعين لها شروط، مثلا تخصصه يكون هندسة ولا تخصصه طب ولا يكون تخصصه كذا ولا يكون تخصصه قانون، فيطالعون المعدل فيما يتعلق بتخرج هذا الموظف. بعد ذلك شنو حصل على الاختبار هذا الشخص، شنو الدرجة، وملزم الجهة الإدارية بتقديم للمحكمة كشف بدرجات الأشخاص المتقدمين فيما يتعلق بالاختبار وفيما يتعلق بالمقابلة الشخصية. راح هني المحكمة تسوي مفاضلة بين الأطراف، وراح تشوف إذا كان هناك تخطي لهذا المتظلم من هذا القرار بحجة أن هذا الشخص تقدم بتظلم بعد صدور قرار تعيين لمجموعة، ويقول لي بأنا تخطوني فلان وفلان وأنا أعلم منهم مثلا بالاختبار. بس أنا عبد الله إن مثلا عبد الله وغيره
يمكن بالفعل هم عندهم شهادات الخبره اللي تفوقني معدل، يعني انا مو مطلع على كل السيره الذاتيه او السي في الخاص بالمتقدمين. طبعا احنا عندنا قانون حق الاطلاع، وهذا القانون اذا تم تطبيقه تطبيقا قانونيا صحيح فالشخص ما يحتاج يطلع على كل الأوراق ويحتاج كذا. لا سمح الله إن ما تم تمكين هذا الشخص من الاطلاع على هذه الدرجات وهذا الكشف وكذا، يلجأ إلى المحكمة الإدارية في أول جلسة تصرح له المحكمة الإدارية باستخراج صورة من كشف المقابلات وصورة من الدرجات طبعاً إيه؟ وصورة من الدرجات المتعلقة في الاختبارات. أرجع المحكمة أرجع أقول لك آسف إيه؟ لا, لا لا أنت قاعد تقول لي أشياء وايد مهمة سيد عبد الله، عشان أهم خلي المستمع والمشاهد يشارك معي الحين. إن شاء الله أمون على مثل الإخوان اللي تقدموا لمحامي البلدية واللي صار عليها لغط الفترة الأخيرة، محامين البلدية مثلاً تقدموا، وأنا مثلاً واحد من الناس اللي تقدمت مثلاً، هل يجيز لي القانون إني أنا أطلع على السيفيات الخاصة للمتقدمين؟ قانون حق الاطلاع أجاز لك إذا لك صفة تقدم طلب للجهة المعنية ويمكنونك من الاطلاع. أنا لما أجي أقدم طلب أقول أنا تقدمت لهذه الوظيفة وأنا أشعر أني انظلمت وكذا وكذا، وأنا حصلت نما إلى علمي وبعض الجهات المعنية الاختبار، من تدخل الاختبار بعدها أوتوماتيك يطلع لك درجتك بالاختبار صح. فأنا حصلت على درجة كذا، مقابلتي شخصية كنت متميز، معدلي امتياز مع مرتبة الشرف، معدلي جيد جدا مرتفع، فأعلم بأن تم تعيين أشخاص بمعدلهم أقل من معدلي، فشنو المفاضلة اللي حصلت بين هالطرفين؟ وكذلك هذه في المناصب الإشرافية بالجهات الحكومية صح. إذا شخص مثلا في بعض الجهات الحكومية يفتحون إعلان لمنصب إشرافي، وفي بعض الجهات قرار على طول مباشر يسكن بندب فلان لمدة سنة لمنصب كذا صح. مراقب ولا منصب كذا صح. كذا يروح وحصلت حالات يتظلم، وبعد ذلك يروح للمحكمة الإدارية ويتقدم في أول جلسة بتصريح من المحكمة باستخراج السيرة الذاتية لهذا الموظف كذا، صورة من ملفه، والمفاضلة بين الطرفين فيما يتعلق بتسكين هذه المناصب الإشرافية، لأن أنا أرى أن اليوم هذا الشخص أقل مني خبرة وتاريخ التعيين أقل مني وليه نفس الخبرة، وكذلك فيما يتعلق بالخبرة طبعا فيما يتعلق بالمناصب الإشرافية دائما المحكمة الإدارية تلجأ لمنه اللي خدم أكثر في هذا القسم. مو شهادته؟ لا طبعا شهادة، فيما يتعلق بالشهادة أول شيء، وبعدين كذلك الخبرة، مدة الخبرة، شنو مؤهلك العلمي؟ أنت اليوم هذا الشخص هذا مؤهل ماجستير، هذا مؤهل بكالوريوس، هذا خدمته 7 سنوات، هذا خدمته 5 سنوات، نجي بعد ذلك أعمال ممتازة لمدة 2، ونجي بعد ذلك أنه ما يكون هذا الموظف وقعت عليه جزاءات خلال 2 أو 3 سنوات الماضية بذات الجهة الحكومية، إذا كان يعمل بذات القطاع إنه ما يكون صدر عليه عقوبة مثلا. أنت تبارك الرحمن أعطيتني إياه، وأنا أكيد راح بطلع فاصل، بس قبل الفاصل عزيز سؤال للعزيز سعد عبد الله. أنا وياك الحين أنت جامعي وأنا دبلوم، بس أنا مثلا في هذه الوزارة مثلا صار لي 20 سنة طيب. وأنت صار لك 5 سنين طيب. أنت نصبوك الحين رئيس قسم وأنا اللي أقدم منك في ذات القسم، ما نصبوني رئيس قسم، يوم سألت قالوا لي والله عبد الله جامعي أنت دبلوم يا نادر، بس كم الخبرة؟ أنا قلت لك 20 سنة مثلا ممتاز. هني المحكمة تلجأ للمفاضلة بين الطرفين تشوف هذا كم خبرته، وكذلك المحكمة تطلب تعال قدم لي هذا الموظف وقعت عليه عقوبات، هذا الموظف خلال 2 سنين شنو أنجز شنو قدم خلال 2 سنين، صدر عليه عقوبة، كان يأخذ أعمال ممتازة. في بعض الأشخاص يجي للمحكمة يختصر طريق يقول هذه كتب تكليف صدرت لي من جهة عملي، وهذه كتب بأني أتممت كل التكاليف اللي صدرت لي، وهذا برنت وهذا كشف وهذا كذا، وأنا قمت بالدور المطلوب مني كله كامل، فليش ما يتم ترقيتي لهذا المنصب الإشرافي؟ ليش التخطي أو أن شخص مثلا يتخطى وكذا؟ فالقانون الإداري والمحكمة الإدارية أعطت الضمانة لهذا الموظف أن يتظلم من مبدأ الشفافية، وبعد ذلك يلجأ إلى المحكمة، والمحكمة هني بالنهاية هي تبسط رقابتها ممتاز على هذا القرار. المحكمة الإدارية طبعا هي محكمة إلغاء وتعويض، تلقي هذا القرار وتعوض هذا الشخص إن كان هناك ضرر فيما يتعلق ب هذا الموظف ويكتم تعويضه. بالنهاية المحكمة الإدارية تراعي الصالح العام للجهة الوظيفية، وكذلك في يعني أمور جدا مهمة فيما يتعلق بالفصل، إن تم فصل موظف بعد مرور 2 سنين أو مرور بعد 3 سنوات، القانون المحكمة الإدارية وقرارات ديوان الخدمة المدنية لا يجوز فصل موظف عن جهة عمله بعد مرور 1 سنة كاملة من العمل. الآن تتوظف إيه؟ بالجهة الحكومية إيه؟ إذا تم أتممت 1 سنة كاملة الحين قبل السنة
وتم تقييمك من مسؤولك المباشر بأنك ضعيف أجاز إنه يفصلك، إنه يفصلونك وخلاص. لكن إذا عديت السنة سنة، لكن إذا عديت السنة فهذا الموظف حصل على مركز قانوني، حصل نفسه، لا يجوز المساس في هذا المركز، حصل القانوني. نفسه لا يجوز حتى بتاعت. وإن كان أعماله أو درجة تقييمه ضعيف انتهى خلاص، هو عد السنة الأولى فخلاص هو أخذ مركز قانوني، ولا يجوز المساس بهذا المركز القانوني، ولا يجوز فصل هذا الموظف إلا بشروط وضوابط أن يكون هناك تحقيق إداري، أو لا سمح الله أن تكون هناك جناية ويحال هذا الموظف إلى جهات التحقيق المعنية من النيابة العامة ويصدر عليه حكم يتعلق في وظيفته مباشرة. قبل الفاصل يعني الجزئية المهمة من ضمن الأجزاء المهمة اللي ذكرها الأستاذ عبد الله العلاج هذا المحامي الفاضل لكل حديثي التوظيف في الجهات الحكومية، السنة الأولى اللي أنت فيها لست بمأمن إن لم تكن موظف مجتهد ومنجز، لأنه ممكن مسؤولك المباشر يعطيك تقييم ضعيف، التقييم الضعيف يخول له وفق القانون أنه يقول لك شيل قشك واطلع عن هالوزارة. بعد الفاصل أستاذ عبد الله بنسولف عن الإجازات وقصة الإجازات وما لها وما عليها. ديوانية المرينة، أكو مثلك، أكو مثلك، ألقى مثلك، أكو مثلك، ليه حكيته كلنا نسمعها. مع المحامي الفاضل الأستاذ عبد الله ناصر العلاج نكمل مع موضوع الخاص في الحقوق، التظلمات أو الشكاوى الخاصة في الموظفين. وصلنا معك أستاذ عبد الله إلى جزئية أنواع الإجازات اللي يمكن للموظف أن يحصل عليها، وعلى هالطاري جود مرة أحد الأخوات المتصلات يعني معترضة تقول مو معقولة يعني الإجازات الطبية على مدى السنة 15 يوم، يعني كأن المشرع قال يا موظف أنت بس حقك تستمرض 15 يوم. الحين خلنا بس نفصل الموضوع، الإجازات المستحقة بعد إذ بد فيما يخص الموظفين. طبعا فيما يتعلق بالموظفين اللي توا حديث تعيين، قانون ديوان الخدمة المدنية قال لك بعد مرور 6 أشهر من العمل تستحق الإجازة. 6 أشهر. 6 أشهر بعد مرور 6 أشهر. أول 6 أشهر ما تستحق إجازة كونك موظف جديد حديث في هذا المكان، فلازم إنك تعمل بداية 6 أشهر. بعد 6 أشهر تستحق رصيد الإجازات المخصص لك اللي هو تستحقه كل سنة ميلادية. حلو. دخول هذه السنة الميلادية. كذلك هناك إجازات طارية. صح. مثل المرضية ومثل العرضي ومثل غيره اللي يستحقونه موظفين في القطاعات القطاعات الحكومية، وهذه كلها قرارات ديوان خدمة مدنية، وقرارات ديوان خدمة مدنية دائم قرارات هذه تراعي للصالح العام. صح. أعطى الحق المشرع في مسألة المرضي والعرضي وغيره من الكذا، وأعطى كذلك الحق في مسألة اللي يعني طبعا الان اللي عنده دخول مثلا مستشفى فهذا حاله مستثنى، يقدم تقرير طبي ما له شغل في الطبيات، يحسب من الطبيات في حال انه يعني كانت المده الدخول بسيطه، عرفت علي؟ اذا تجاوز. لكن القانون شنو قال لك؟ قانون ديوان الخدمه المدنيه قال لك ان دخول او الحاله الطارئه بناء على تقرير طبي، والان يحال للمجلس الطبي في وزاره الصحه وهي اللجنه المختصه لهذه الحالات واجازه مثل هذه الحالات المرضيه. صح. وان هي تعتمد هذه التقارير الطبية بشرط أن لا يتجاوز مدة السنتين. في حالة هذا الشخص إذا كان يعاني من مرض مزمن مثلا وماخذ كذا، يختلف الرجل عن المرأة، كون أن القانون أعطى بعض الحقوق للمرأة فيما يتعلق بإجازة الأمومة، إجازة الوضع وغيره، وكذلك بعد فيما يتعلق في إذا لا سمح الله حصلت حالة وفاة فقانون أجاز للموظفة بأن تكون هناك مدة العدة للموظفات اللي يعملون في القطاع الحكومي، وكذلك الرجل إن كانت هناك حالة وفاة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيستحق مدة 4 أيام من 3 أيام إلى 4 أيام فيما يتعلق في هذه الإجازة الخاصة، وهذه إجازات خاصة وضعها المشرع. أما فيما يتعلق ب طبعا هذه من ضمن القرارات اللي يعني في بعض كثير من الناس ما يعرفونها، أن قانون ديوان الخدمة المدنية أجاز للموظف أن يقدم طلب لجهة عمله أن يخرج بإجازة خاصة للحج،
احنا مثلا تونا مخصم الحج صح. وهذا القانون اجراز قرار ديوان اسف قرار ديوان خدمه مدنيه الزم الجهه المعنيه بان تمنح هذا الموظف اجازه مره واحده خلال عمل هذا الموظف في هذه الجهة الحكومية أن يمنح هذه الإجازة بشرط أن يكون أول مرة يعني يأخذ هذه الإجازة فيما يتعلق به. أستاذ عبدالله ما بين الإجازة وفي ساعات تخفيف العمل اللي هو مثلاً مرافق لمعاق من ذوي الاحتياجات الخاصة يعني حتى القانون فرق ما بين الإجازات وتخفيف ساعات العمل صحيح. حتى تخفيف ساعات العمل في ناس مستحقة وفي ناس ما تندرج عليها هذا البند. طبعا فيما يتعلق بالحالات هذه حالات مختلفة. طبعا قانون ديوان خدمة مدنية قال لك اللي ترعى طفل عمره أقل من سنتين فتستحق تخفيف عمل لمدة ساعتين. من يرعى عند رعاية معاق وهو مكلف برعاية هذا المعاق يقدم ما يثبت هذا التكليف تكليف الشخص اللي هو معاق وهذا الشخص من أصحاب الهمم يحتاج رعاية صح. يحتاج اهتمام فتأخذ تخفيف عمل في هذه الحالات ويجب أن يثبت مثل هذا الأمر في مستندات رسمية فيما يتعلق ب سواء كان هناك الطفل حديث ولادة إرفاق ميلادية هذا الطفل الأشخاص اللي مثلا من ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة إرفاق شهادة إعاقة وإثبات ما يعني صلة القرابة إن كان هذا أخ ولا ابن ولا بالضبط. كذا ولا لا سمح الله أحد الأشخاص يرعى والدينا فيحتاج تخفيف عمل. أستاذ عبدالله يمكن أنا أعرف أن أنت منت المعني المباشر في هذا الموضوع لكن اطلاعك ومعرفتك وتخصصك في هذا الجانب أرجع إلى قصة العزيزة الأخت الفاضلة اللي كانت متصلة في فترة ما يعني ترى في منطق يعني مو معقولة 15 يوم تحدني إياهم بالسنة تقولي بس هذا حدك في المرض. أنا ما أتكلم عن الحالات العمليات الكبرى أو شيء حالات الطارئة أنا أتكلم مرض الواحد مناعته قليلة 15 يوم بالسنة والله أنا مثلك والله نسمع حالات كثيرة ونسمع أشخاص ترى ها يقول لك أنا ما غيموني التقييم ممتاز لأني أنا مرضيات كثيرة فأنا يعني حالة طارئة إيش أسوي بالضبط. فإحنا نتمنى إنه يعني الجهات المعنية إنه يكون تسمع مثل هالنداءات هذه وإنه يكون في مراعاة وكذا وإنه يكون مثلا دراسة للقرارات هذه بتعديلها ما يتناسب مع صالح العام. شدد لا شدد الرقابة طبعاً. لأن علشان لا تصير عاد الدنيا وردية بالنسبة لهم لا في ناس تجيب لك طبيات مضروبة لا هو ولا شيء ولا شيء ترى هذا أمر خطر ها في حالات ولازم ننبه إخواننا المشاهدين والمستمعين أن يتم التلاعب في 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 مسألة الطبيات وتقديم طبيات غير صحيحة أو متلاعب بأرقامها وأسماء حالة في حالات كثيرة لموظفين للتحقيق الإداري وبعد ذلك تحقيق لإحالة للجهات المعنية من النيابة العامة وغيرها بارتكاب مخالفات جسيمة في مثل هذه الحالات. فإحنا دائما ننبه إخواننا الموظفين لا تحاول أنك يعني لا سمح الله أنك أنت مضطر وتروح تسوي هالأمر هذا وتتخذ خطوة ممكن لا سمح الله تأثر عليك وظيفيا يعني تحال لجهات التحقيق النيابة العامة وغيرها وتصدر عليك عقوبة جزائية مو عقوبة إدارية جزائية. في مخالفة مثل هذه القرارات هذه طبعا هذا صالح عام وهذه مستندات رسمية صح. لا يجوز التلاعب فيها ولا يجوز شبه التزوير في هذه طبعا فافي. لكن احنا ندعم انه يكون اعطاء الموظفين حقوقهم في مسألة انه اذا رأى الاخوان في ديوان خدمة مدنية ان يتم زيادة عدد الغياب عدد المرضيات عدد كذا هذا امر يعني بالنهايه هو قرار اداري ديوان خدمه مدنيه وكون ديوان خدمه مدنيه هو قطاع يشرف على الجهات الحكوميه الا بعض الجهات اللي خارج ديوان خدمه مدنيه اللي تحت اللي لها قانون خاص منفرد. قصه بيع الاجازات بما اننا نحكي عن الاجازات قصه بيع الاجازات في من استفاد في من اعترض في من استحسن الامر صحيح. في من يقول لك مو معقوله استاذ عبد الله انا كموظف يعني بالمنطق طول السنه او مو طول السنه 4 5 6 7 8 سنين أنا مو طالع إجازة في خلل في الموضوع أنت مو طالع إجازة ويأت مرة واحدة بعت رصيدك مال 6 7 8 سنين واستفدت يعني يا مال العافية بس الفكرة هل من المنطق موظف يعني أنت شلون تشخط ورقتي بالمبلغ الفلاني اللي نقول عليك بالعافية 8 سنين 9 سنين وطالع إجازة. احنا اول شيء بس هذه طبعا ملاحظه جدا مهمه لكن لازم نرجع لسؤال اخونا قبل ما نبدا فهد كميل اللي كان سؤاله فيما يتعلق بالاخوان اللي الاخوان العسكريين اللي فيما يتعلق بان طلعوا تقاعد بعد ذلك ببيع اجازة لا كان له مستحقات شكرا وما اعطوها المستحقات وحسبوها له مبالغ بسيطه ولا غيره. طبعا اصدرت احكام
المحاكم القضائية فيما يتعلق بإخواننا العسكريين فيما يتعلق بهذه كذا جزية. وكذلك في إخوان بعد كذلك العسكريين فيما يتعلق بالإخوان اللي دخلوا الكلية العسكرية وما احتسبوا لهم التأمينات الاجتماعية مدة الخدمة أثناء الدورة العسكرية، قال لك إن هذه مو خدمة، لكن صدرت أحكام قضائية قالت لك هذه تندرج تحت المدة اللي عملوا فيها فتضاف لهم في التأمينات الاجتماعية. فالإخوان اللي تطرق لحالتهم لا صدرت لهم أحكام وقاعد يلجون المحاكم، وإحنا نتمنى ما يلجون المحاكم، نتمنى يعني يمنح حقه مباشرة من إحالته للتقاعد ويأخذ عيل. هذه النقطة وايد مهمة سيد عبدالله، الإخوان العسكريين اللي حاشوا مثل هذا الأمر بعد التقاعد يروح يقول أبي مستحقات، يقول لا والله أنت ما حسبت لك هذه الأيام أو يقدر أخذ هالمبلغ أو أخذ هالأيام هذه وترى هذه مو مسموحة لك. لا طبعا إحنا هني نتكلم، وحتى على سؤالك قبل شيء فيما يتعلق ببيع الإجازات، إحنا لازم يعني إحنا نقول لا نأخذها بالمنظور إن هذا جمع وهذا كذا وهذا، في بعض الناس ترى يقدم تشوفه يداوم يوميا ما يغيب صح وما يأخذ إجازة وما في ناس ما تسافر، وفي ناس يعملون في القطاع الحكومي، في ناس يعني في طاقات شبابية من إخواننا وأخواتنا اللي يعملون في الجهات الحكومية ما يطلع إجازة. طيب أنا شلون أكافئ الشخص هذا؟ فهني هو يبيع رصيد إجازاته بالمقابل عاد حقه وما أخذ رصيد. أنا ما أنا هيك قانوني سيد عبد الله، هل في القانون نص القانون الإداري يجيز للموظف إنه يقعد تبارك الرحمن وعفية عليه والله يقوي يقعد 10 سنين ما يطلع إجازة؟ يعني ما في قانون يقولك الزام عليك تطلع اجازه؟ طبعا هم الجماعه في قانون بيع الاجازات حددوا المدد وحددوا مساله ان الموظف هذا يبيع اجازاته بما لا يتجاوز، اعتقد ان حددوا له 100 يوم وان له مده محدده. والله كنا خلوها مفتوحه واعتقد ان خلوها، بعدين صار الخلاف عليه وبعدين خلوها مفتوحه. لكن المهم جدا ان بالنهايه حق مطلق لهذا الموظف، فهو مخير اذا انا باخذه مقابل نقدي او بستفيد منه. يا اخي في بعض الناس يقول لك انا احب اسافر بسافر يعني. لا انسى باخذ رصيدي وبتوكل. انسى بيع الاجازات الحين، انسى سيد عبد الله بيع الاجازات، انا اتكلم سؤال واضح، هل في قانون الاداري ما يلزم يعني في شيء يلزم الموظف يقول عليك ان بتطلع اجازه؟ ماكو شيء يقول لك اطلع ما اجازه، ما في الزام، ما في الزام، ما في الزام. هو مخير الموظف في هذا صح. الامر هذا الموظف مخير في هذا الامر وله حق مطلق في مساله انه ياخذ هذه الاجازه او انه ياخذ مقابل النقدي. اما الزاما ان يخرج هذا الموظف باجازه بتاتا لا يجوز، لان هذه الاجازات حق مطلق لهذا الموظف ويستوجب ان يقدم الموظف هذا الطلب بتوقيعه ويقدم الجهات المعنية بأني أنا أرغب في إجازة بمدة من بداية إلى كذا إلى كذا، فحق مطلق لهذا الموظف ولا يجوز سواء في قرارات ديوان الخدمة المدنية أو غيرها من القوانين أن تمنع هذا الموظف بإلزامه بأخذ إجازة محددة. فاصل أسرع سريع علشان نرجع مع الأستاذ عبد الله ونحكي للبعض اللي حين يقولك أبي أنتدب من إدارة إلى إدارة، الشروط بعد الفاصل. في عندنا اتصال مع الأخ محمد، يبدو لديه سؤال في هذا الجانب اللي نتحكى فيه مع المحامي الفاضل الأستاذ العزيز عبدالله ناصر للاج. محمد يا ريت باختصار يسأل لي مساك يا حبيبي. يعطيكم العافية. يزيدك عافية حبيبي. أخويا بس عند السؤال يا المحامي بدك. تفضل. أنا مشكلتي عن الإجازة البعثة الدراسية. إجازة البعثة الدراسية شو هي حبيبي؟ هنا طلعت فيها وجبت المؤهل بس يوم تخرجت تأخر المؤهل على ما وصل للكويت. حلو. السنتين اللي داومتهم وانه ما حسبوا لي الخدمة اللي بثل رجعي، يعني حسبوا لي اياها من تاريخ الحصول على المؤهل. اها انزين خليك معنا يعني استمع لنا، راح تسمع الرد من الاستاذ عبد الله. شكرا يا محمد. الرد عليه الاستاذ عبد الله يقول لك هو كان مبتعث خارج وما حسبوا للمؤهل إلا بعد حصول على المؤهل. طبعا فيما يتعلق بالحالات هذه طبعا القانون أجاز أن الموظف يخرج بإجازة دراسية متى ما استحق هذا الموظف بناء شروط ديوان الخدمة المدنية، يتقدم بطلب ويخرج للدراسة بالخارج أو داخل الكويت بتفرق. طبعا متى ما رجع هذا الموظف من رجوعه إلى جهة عمله يقدم ما يثبت أنه حصل على هذه الشهادة بناء على شهادة رسمية، وبعدها يأخذ يعني المسمى ويأخذ الخبرة ويأخذ كل شيء من تاريخ حصوله على الشهادة. لكن أثناء الدراسة وأثناء التفرق طبعا هي تحتسب مدة خبرة وتنحسب بمدتها إن كذا، لكن الدرجة المالية والدرجة بما يتعلق بالمؤهل العلمي من تاريخ حصوله على المؤهل المعادلة العلمي. مع حصوله المعادلة من تاريخ حصوله، لكن
وأنا واضح حسب ما فهمت من سؤال الأخ المتصل أنه هو أعتقد أنه ما حسبوا له المدة الخبرة. صحيح الخبرة تنحسب من حصوله على الشهادة فيما يتعلق بالخبرة، فيما يتعلق بحصوله على المؤهل الجامعي. أنت الآن مؤهلك جامعي تخصصك كذا، تبدأ من حصولك على المؤهل الجامعي. لا سمح الله مثل هالحالة إذا حس أنهم يعني تعرض إلى ظلم فيما يتعلق أنه يقولون إحنا أنت المدة هذه مو محسوبة لك كخدمة موظف، لا، هني يتقدم في تظلم وبعد ذلك يلجأ إلى المحكمة الإدارية ويطالب باحتساب هذه المدة. رامي يسعد لي مساك، يا ريت باختصار سؤالك للأستاذ المحامي عبد الله العلاج. يسعد مساك، يعطيكم العافية. الأستاذ تفضل من الساعة تحديد الإجازة، هل هذا قانون بس الإداري ما له علاقة بالقانون الخاص للقطاع النفطي، قانون العمل القطاع الخاص؟ ماشي، سؤالك واضح يا رامي، شكرا يا حبيبي. فيما يخص الإجازات، رامي يسأل هل هذا بس للجهات الحكومية ولا القطاع الخاص؟ طبعا قانون الإداري هو ينطبق على قرارات ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي. صح. أما فيما يتعلق بالعاملين في سواء القطاع النفطي أو القطاعات الأخرى الخاصة أو القانون اللي يشتغلون في الشركات وغيرها، فينطبق عليهم قانون العمل وهو قانون منفصل اللي هو قانون 2010. فاللي احنا ذكرناه قبل شوي كله منطبق على العاملين في القطاع الحكومي. أما الأخوان اللي يعملون في القطاع الخاص فهناك ضوابط أخرى فيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، منها طبعا هنا تقريبا شبه مقاربة، أنه لازم الموظف يكون مدته 6 شهور عامل في القطاع الخاص، بعد 6 شهور يستحق إجازة سنوية 30 يوم رصيد إجازاته، غير ذلك إلا بموافقة رب العمل إذا كان هناك مثل المتجمد له رصيد بالسنوات الماضية. وهني حق مطلق لرب العمل كونه يعمل في القطاع الخاص في مسألة منح هذا الموظف الإجازات للقطاع الخاص. الانتداب من جهة عمل إلى دائرة أخرى، أستاذ عبد الله، القانون أجاز هذا الشيء، لكن شنو الشروط والضوابط الخاصة في عملية الانتداب في إدارة إلى إدارة أخرى؟ أي طبعا فيما يتعلق في الندب والانتداب في ندب الموظف أو الكذا، أن يتم انتدابه للعمل في وظيفة أخرى بوزارة أخرى، طبعا هني المشرع في القانون الإداري استوجب في القرارات ديوان الخدمة المدنية أن يكون هناك موافقة للجهتين الحكومية، أن تكون موافقة مبدئية من جهة عمل الأساسية وأن تكون هناك موافقة بالجهة الأخرى اللي منتدب إليها. هناك شروط وضوابط، أن لا يتم يعني تخفيض الدرجة الوظيفية فيما يتعلق في الموظف المنتدب إلى مكان آخر، ما ينزل درجة الوظيفية، لكن أجاز أن يعني إذا بينقلونه لمكان آخر بدرجة أعلى أجاز القانون أن يكون هناك درجة أعلى. اشترط كذلك أن يكون المنصب أو العمل في المكان هذا أن تكون وظيفة شاغرة وكون لها يعني مكان بانتدابه لهذا العمل، وكذلك القانون أجاز أن تكون بموافقة الطرفين من الجهتين الحكوميات. يعني توضيح في الواتساب، ويبون منك توضيح. الأخت العزيزة ندى تقول الأستاذ المحامي فيما يخص ديوان الخدمة المدنية للقطاع الخاص حدد تجميد رصيد إجازات لعامين فقط وأكثر. طيب. من كذي يجبرون الموظف في القطاع الخاص، يجبرون الموظف أنه يأخذ إجازته قبل نهاية السنة. كمثال يقول كان دازيل لي إيميل رسمي من الموارد البشرية بإلزامي بأخذ إجازة 18 يوم قبل نهاية السنة. بس أنا واضح للأستاذة ندى، إحنا بساعة كنا نحكي عن الجزء الخاص في القطاع الحكومي، أستاذ عبد الله ما تكلم عن القطاع الخاص. أنا اللي سألته هل في هناك في قانون الخدمة المدنية فيما يخص الجانب الحكومي إلزام الموظف بأنه يطلع إجازة، لأن كان موضوع عن بيع الإجازات، لكن القطاع الخاص شلون إجراءاته؟ القطاع الخاص طبعا وحالات كثيرة مرت علينا أن يلزمون الموظفين، وهذا أمر طبعا غير مقبول أن يتم إجبار الموظف على الخروج بإجازة وغيره، لأن هذا حق مطلق لهذا الموظف. لكن إحنا لازم ننوه أن كل حديثنا مثل ما تفضلت أخوي نادر قبل شوي، كل حديثنا كان متعلق عن القطاع الحكومي. القطاع الخاص له قانون خاص، قانون العمل، قانون 2010، فله شروط وضوابط في مسألة الإجازات وغيره، وكذلك في مسألة إن يعني على سؤال الأخت إنه قاعد يلزمونهم، أنا أرى أن هذا أمر خطأ، ما يجوز إنك تلزم هذا الموظف خطأ في القطاع الخاص. أنا أتكلم ما يجوز إنك تلزمه، هذا حق مطلق له. لكن في بعض الجهات للأسف يجيبون الموظف يقول له لازم تطلع السيارة، فهذا هذه 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 يعني لا بس دقيقة، لما تقول لي ما يجوز هذا أنا وياك اللي قاعد نقوله ما يجوز، لكن هل الحين مثلا الأخت السائل أختنا الحين تقول لك في بالقانون إذا بتشتكي تقول له لا والله أنت ما تقدر تجبرني أني أطلع؟ طبعا في الحالة للأسف طبعا إحنا نقول في متى ما حصل تصادم في القطاع الخاص بين الموظف ورب العمل، فهني للأسف راح يتأثر الموظف في ممكن أن يفصلونه. فدائم إحنا نقول إن هو طبعا خطأ
مرتكب من رب العمل بمثل هذه الممارسات وهذا غير مقبول. لكن شنو الحل الآن عند الموظف؟ بيروح يقدم شكوى مثلا للقوى العامله مثلاً. الاخوان في القوى العامله محقين يستدعون الشركه يقول لك تعال ليش قاعد تلزمه، بس بالمقابل هني هل راح تقدر تكف ايد رب العمل من فصل هذا الموظف او انه كذا عرفت عليه او نظر هذا الموظف؟ انا اعتقد انه المفروض ما يحصل هذا الامر في القطاع الخاص. احنا دائما ندعم الشباب ونقول، وانا احد الاشخاص اللي يعمل في القطاع الخاص الحين الحمد لله 13 سنه تبارك الله، دائما نقول لا حافظ على طاقمك، حافظ على ستافك، عطوا الموظفين حقوقهم، موظفينك لازم انت تعمل وياهم بتيم واحد، لازم تخلق الجو اللي تحافظ فيه، اما انك تجبره على الخروج اعتقد انك هني خلينا نوصل رساله ايضا، ناخذ هدف من هذه الفكره ان على المشرع ايضا حمايه الموظفين ايا كانوا هالموظفين في القطاع الخاص، لان اللي قاله الاستاذ عبد الله وايد مهم، ما في شيء اسمه انك تجبرني، لكن الخوف ان انا حتى لو شكيت في القوى العامله ممكن باكر هذا المدير او ذاك المدير يتعسف لأني شكيت عليه ممكن ينهي خدماتي أو ينهي. فأتمنى يكون هناك في تشريع أو قانون يحمي الموظفين في القطاع الخاص من هذا الجانب. صحيح. طبعا ملاحظة صغيرة أن قانون العمل كان بالبداية مدة الإجازة بعد مرور 10 سنوات عمل، بعدين أعتقد ب 2015 أو 16 تم تعديل هذا القانون أنه يستحق الموظف في القطاع الخاص أن يأخذ الإجازة بعد مرور أعتقد 6 أشهر. قانون العمل في القطاع الخاص يحتاج حديث كثير ويحتاج يعني هو قانون شوي مختلف عن قانون الإداري لكن مقارب، لكن يحتاج شرح أكثر فيما يتعلق أخواننا العاملين في القطاع الخاص. السؤال الأخير، متى يجوز للجهة الإدارية سحب قرارها؟ طبعا الجهة الإدارية جاز لها القانون بأن تسحب القرار الإداري خلال مدة سنة من صدور هذا القرار، وحق مطلق للجهة الإدارية متى ما رأت أن هذا القرار خطأ أو أن هذا القرار المصلحة العامة تستوجب أن يسحب هذا القرار. حط مثال اليوم إحنا طلعنا قرار بنقل فلان من المكان الفلاني للمكان الفلاني. حلو. وبعد مرور 9 شهور الجهة الإدارية الشخص المسؤول أصدر قرار بسحب هذا القرار وعودة هذا الموظف لذات المكان، لكن بعد مرور سنة كاملة لا راح يضطرون أن يصدرون قرار بعودة هذا، مو عودة النقلة يعني، لكن أثناء المدة السنة لما تسحب القرار اعتبار القرار كان لم يكن ويرجع الوضع مثل ما كان هو عليه للموظف، إلا في حالات محددة إذا كان هناك منصب إشرافي وكان هذا الشخص في مكانه. سؤال القفال وبإيجاز، هي شنو الغاية من التظلم؟ القاهية من التظلم هي مبدأ من نوع من أنواع الشفافية، إعطاء حق هذا الموظف أن يقدم تظلم، وكذلك أن يعني الجهات المعنية الأشخاص اللي فوق هذا الموظف من أصدر هذا القرار ممكن يكون في أشخاص لهم وظيفة أكبر مثل وكيل ولا وكيل مساعد ولا مدير، أن يبحث هذا القرار مرة أخرى قبل لجوء هذا الموظف إلى المحكمة، فهو نوع من أنواع الضمان والشفافية لهذا الموظف بأنه يحق له يتظلم من هذا القرار. أعتقد الكلام كان شافي ووافي، لكن إذا من نصيحة حاب تنصحها إخوانك متابعين دوانية المرينة الموظفين منهم. طبعا إحنا بالختام ما يسعنا إلا طبعا أول شيء نشكركم على هذه الاستضافة، شرفنا يا حبيبي، وشكرا على حفاوة الاستقبال مكانك أخوي. وننصح إخواننا طبعا الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي، طبعا بالنهاية أنت متى ما يعني قدمت ثق تماما أنت قاعد تقدم لي هذا الوطن، والكويت تستحق الأكثر وتستحق الأفضل، فخدمتك لي هذا الوطن هو واجب وطني. إحنا نقول إن شاء الله ما حد يروح للمحكمة وإن شاء الله ما حد كذا، لكن متى ما رأيت أنك والله وقع عليك ظلم أنت لازم يعني تعرف حقك القانوني وين وتتقدم بإجراءاتك القانونية، وبالنهاية ستأخذ يعني إن شاء الله حقك في القضاء اللي احنا جميعنا نعتز في هذا القضاء، القضاء الكويتي. مبدع كعادتك سعد عبد الله، سعدت بوجودك معنا، وإن شاء الله ما تكون الزيارة الأخيرة بإذن الله. أسأل الله يسلمك، الشرف الله يطول عمرك. شكرا للسادة المحامي الفاضل عبد الله ناصر العلاج اللي كان معنا خلال هذه الفترة، تكلمنا عن الجوانب العديدة فيما يخص الموظفين، تحديدا موظفين الجهات الحكومية ما لهم وما عليهم فيما يخص الجوانب الإدارية. احنا قفلنا ديوانيتنا، لكن ديوانيتنا مستمرة، بعد شوي مع العزيز والغالي اخوي مهند راح يكون الديوانية الخاصة بالمشاريع الصغيرة، خلكم معنا لا تبعدون.